اهلا بيكم احبائي اللي اول مره يشرفني. انا اسمي وفاء ودي قناتي. وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض القطايف، اسهل ما يكون، مش مستاهله خالص ان الواحد يشتريها من بره. بس يلا قبل ما نبتدي ان شاء الله، يا ريت اللي ما اشتركش لسه في القناه ينزل يعمل سبسكرايب المكتوب بالاحمر ويفعل زر الجرس عشان توصل الاشعارات بالاكلات الجديده ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ويلا بينا نبتدي المقادير والمكونات. ان شاء الله هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. 2 كوباية دقيق، طبعا الكوب المعياري 2 كوباية دقيق، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة خميرة اللي هي 5 جرام، والخميرة والسكر. بس هي دي المكونات، الملح والخميرة والسكر، وبعد كده ننزل بالمية الدافية. المية الدافية طبعا بتختلف، يعني في الكمية دي بنبتدي بكوبايتين الا ربع لحد كوبايتين، زي ما حصل معايا كده، لحد كوبايتين ومعلقتين. يعني حطيت الاول كوبايتين الا ربع، لقيت لسه العجينة تقيلة، زودت شوية في شوية لحد ما وصلت كوبايتين. وبعد كده سبت العجينة ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق لما قلبتها وجيت ابتدي اشتغل بيها لقيتها لسه تقيلة شوية، وزودتها معلقتين مية، فاجمالا خدت مني 2 كوبايتين ومعلقتين، فانت حسب نوع الدقيق الى حد ما. بقلب كويس، ولو هي خلاص بقت ناعمة خالص ما فيهاش اي تكتلات قدامي يبقى كده تمام. لو لسه فيها ممكن بصفيها بمصفى بحيث ما يبقاش فيها اي تكتلات. بالمضرب اليدوي، مش محتاجه، لو انت عاوزه تعمليه بالمضرب الكهربائي مفيش مشكله، لكن هي ما بتاخدش وقت وما بتاخدش حاجه، يعني حتى بالمضرب العادي خالص اللي انا ماسكاه ده، المضرب العادي بيمشي الحال ما فيهاش مشاكل. وزي اي عجينه، يعني حتى الكريب اللي بنعمله ما فيهوش خميره ما فيهوش اي حاجه، ورغم كده بنسيبه يرتاح. فاي عجينه المفروض الواحد يسيبها ترتاح شويه، فدي بسيبها ترتاح، بغطيها واسيبها ترتاح حوالي 10 دقائق. مش كتير، ده كده هي تعتبر تقيلة شوية، خففتها بعد التجربة اللي انتوا شايفينها دي، انا خففتها كمان شوية ساعة ما جيت اشتغل بيها. هي كانت كده بالليونة دي، يعني كانت واخدة 2 كوباية، جيت بعد كده زودتها كمان 2 معلقة مية. وغطيتها وسبتها ترتاح 10 دقايق، وبكون بقى بعد ال10 دقايق مجهزة المعرفة صغيرة كده عندي، أو معلقة كبيرة شوية. لو هي عصافيري يبقى المعلقة الكبيرة كافية، لو هي أكبر شوية يبقى أنت محتاجة حاجة أكبر من المعلقة الكبيرة شوية. خففتها شوية فبقت بالقوام اللي حضرتكوا شايفينه ده. باجي بقى الطاسة سخنة، طاسة سخنة جدا، أعلى حاجة في النار، وابتدي احط ما بين كل، يعني كل ما احط مجموعه 3 مثلا واطلعهم، اقوم مسح الطاسه تاني كويس عشان ما يبقاش فيه اي بقايا منه، واقوم حاطه الـ3 اللي بعدهم وهكذا. يعني دي كانت معرفه صغيره عندي جايه مع ماكينه كريب، ف حجمها مساعدني، رغم ان انا برده ما بستعملش المعرفه كلها كحجم، يعني بحط حبه منها. القطايف طلع زي ما انتم شايفين زي تيبيكال تيبيكال، تماما تماما زي بتاعه الفطاطري، يعني في الملمس وفي السمك وفي كل حاجه. ممكن التسويه من تحت ما تبقاش تماما زي هو بيطلعها، لان هو صاجه كبير كده وبيحط بطريقه معينه، ومش منقرش زي عندي، الطاسه عندي منقرشه فهذا ثابت علامات شويه من تحت، هو الوضع عنده مختلف، لكن هي كملمس وكسمك وككل حاجة زي بتاعة الفطاطري تماما بالظبط. وهكذا كده ممكن بعد ما كل مرة او مرتين او مسح تيشو كده الطاسة كويس، وارجع انزل
المقدار واعمل طبعا الحجم اللي انا عاوزاه، سواء عصافير صغيره او سواء المتوسطه او سواء الكبيره لو انا هحشيها لحوم يعني، فحسب ما الحجم اللي انت بتفضليه. كل الموضوع على بعضه كده من ساعه ما اعمل العجينه لحد ما اخلص ما خدتش نص ساعه، وطالعه جميله جدا وطازه واحسن من بتاعه الفطاطري بمئة مره. واحطها كده لحد ما الفقاقيع دي تخلص خالص، ما لقيش فيه اي سوائل، اي اثار سوائل للسائل يعني، ما فيهاش سوائل، او قلبها او ما بقلبهاش طبعا، بشيلها قصدي من على النار خالص، لان هي طبعا ما بتتقلبش والا مش هتلزق يعني، لو جيتي طبقتيهم على بعض بعد كده مش هتلزق، فهي بتتسوى من ناحية واحدة. وهكذا يعني الكوبايتين دول عملوا لي كمية ما شاء الله يعني، انا مش فاكرة عددهم قوي بس عملوا لي كمية كبيرة، تقريبا زي ما اعتقد كده زي ما بشتري نص كيلو قطايف يمكن اكتر يعني، فالموضوع مش مستاهل خالص ان انت تروحي وتيجي، سهل قوي ان انت تعمليه في البيت يعني، اسهل ما يكون. زي ما انت شايفة نفس النعومية ونفس الطراوة بتاعت الفطاطري بالظبط. أرجو أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وصحتين وهنا، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ويا ريت لو في أي تعليقات أو أي طلبات. صحتين وهنا.